لولا سبعين المكان هنا أأمن من غيره. وسيبيني بقى أرجوكي، خلينا أشوف الدهشوري الزفت ده اتأخر ليه. مع السلامة. دهشور انت مالك في ايه؟ ميني؟ ميني. انت شفت عفريت ولا نسيتني؟ لا وانساك ازاي؟ اللي بينا يتنسي؟ لا لازم يتنسي. اللي عملته انت ومراتك مع اخويا لازم يتنسي. هو اخويا فين صحيح؟ مش عارف. مش عارف. طب بص حاولي عشان ما نزعلش مع بعض. مش عايز اسمع كلمه مش عارف دي. ممكن تقولي مش فاكر، ناسي. هحاول افتكر يا عم ميمي، لكن ما اعرفش دي مش عايز اسمعها. بس اقول لك على حاجه، لحد ما تفتكر تعالى نلعب مع بعضينا شويه. ميمي اعلم. ما تقوليش اعلم، انا كده كده ضايع. بس ايه رايك بقى نضيع مع بعض؟ بس تكلم علينا الناس ولا ايه؟ انت كده انا بس نفسي اعرف انت عملت معايا كده ليه؟ ده انا يا اخي عملت لك كل حاجه، كل اللي كنت بتؤمر بيه كان بيتنفذ لك. صح مش صح، حقك مش حقك كان بيجي لك من بوق الاسد يعاوني. صح ولا لا؟ صح. بعد العمر ده كله تعمل معانا كده ليه؟ ده انا عمري ما رضيت اعملها معاك. تعملها مع اخويا ليه؟ ها؟ ليه؟ مين من عمري ما اذيتك ولا قصدت اذي حد طرفك ابدا. انت اللي اذيت نفسك واذيت كل اللي حواليك. دي اوامر يا ميمي، وانت قديم في الشغلانه وعارف يعني ايه اوامر. ما دي برضه عاوني اوامر، بس اوامر في الدنيا. بس هتلم علينا الكلاب ولا ايه؟ ايه ده كده؟ انا عايز اعرف اخويا فين؟ رد عليا. الدهشوري اللي خطفه. افتكرت يعني. طب كان ايه لازمتها بقى من الاول؟ لازم اعورك واوسخك دم على ايه؟ ما كنت تفتكر من بدري يا اخي. ماشي، الدهشوري فين بقى؟ جاي دلوقتي. انا لسه كنت هكلمه لولا انت جيت. لو جاي في طريق يعني استناه. ايوه ماشي، لحد ما يجي بقى انا مش عايز اسمع صوتك خالص. ولا اقول لك اعمل نفسك ميت عشان ما اموتكش. اعمل نفسك ميت. انزل. في ايه؟ تعال. طيب مش عايز اسمع. حاضر خش. يا رب يا رب. انا مش عارفه اقول ايه، بس انت اكيد حاسس بايه. يا رب ما توريني حاجه وحشه في الرايق والنبي يا رب، عشان هو مش وحش، ده طيب ابن حلال ومظلوم. مظلوم وحياة حبيبك النبي يا رب، ما توريني في حاجة وحشة. وبعدين ده يتيم وهو اللي بياخد باله مننا ومن أخوه ومن عمته. يا رب النبي ترجعه لي وتخليه يفرح بابنه، ابنه اللي مستنيه. أنا عارفة يعني ممكن الواحد يكون عمل حاجات كتير غلط، بس انت بتسامح وانت الوحيد اللي انا اقدر اشتكي له. وعارف ان احنا ملناش حد غيرك، والله العظيم مالينا حد غيرك. والنبي يا رب ما اشوف في حاجه وحشه ابدا، وترجعه بالسلامه. ويعني بس انا عارفه ان انت مش هتوريني في حاجه وحشه، عشان تعرف ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. يا رب فك كربه، يا رب فك كربه. ونيابة يا ميمي بيه انزل. اول راحة ميمي بيه يا باشا انزل. تعالى وين اخويا؟ فين اخوك؟ اهو تعالى فيك اهو. نزل السلاح. محدش يضرب ناوي يا ولاد الكلب. خد السلاح. اخويا فين؟ اخويا فين؟ اللي فكرت بيه؟ والله العظيم اخوك بخير. تعال وروني. الله. اوه. من هنا. من هنا. يا سيكا بيه. رد على ميمي بيه. اهو. من هنا. اخوك بخير والله. تعال وريني. سيكا بيه اهو. اهو والله. اهو زي الفل. احنا كلنا بنهزر مع بعض. اتفضل يا ميمي بيه. ميمي بيه اهو. سيكا بيه. رد على اخوك اهو.
سيد هعمل فيك ايه؟ ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش يا سيكا، طلع يا سيد، طلع اعملوا فيك ايه؟ دشوري يلا انت بقى وداد السيد الجمل. خير يا بيه. فاطمه فين؟ فاطمه انت صعباتها ولا ايه؟ انت فاطمه بنت اختك ايه مخبيها فين؟ انا ما اعرفش، ما تشوفوها في بيتها. يعني مش عايزه تنطقي؟ الله اتكلم على حاجه ما اعرفهاش يا بيه، انا ما اعرفش حاجه. تمام قوي، افتحوا الباب ده وطلعوا لي كل اللي جوه، فتشوا المكان كله. انا مال انا امال الحاجات دي؟ انا مال ونبى، انا ماليش دعوه ولا اعرف عنها حاجه، انا ست غلبانه في حالي. انا مال انا ومال مش عايزه وانا ماليش دعوه. افتح الباب شوف مين اللي جوه. ما اعرفش حاجه عن فاطمه دي خالص. تعالي يا بنتي. ما عملتش حاجة، تعالي. ما عملتش حاجة تعالي. والله ما عملت حاجة، والله ما عملت حاجة. حلوة قوي. فاطمة دي ولا رجلك أنا بقى؟ قدامي قدامي. أنا رتبت كل حاجة و... كلها كام يوم وهتسمع أخبار كويسة إن شاء الله. لا 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 اطمن سيادتك. مع السلامة. العملية دي لازم فيها الحذر، لو حصلت أي غلطة هتبقى مشكلة، وأنا ما بحبش المشاكل. إيه؟ مالك؟ قابلت مراد؟ تمام سعادتك. أمال مالك؟ في إيه؟ دهشوري تعيشت، هون يكلمني وقال إن مين مقلبها أصله معاه. أنا توقعت إنه يطلع الدهشوري، كلمت الدهشوري في التليفون ما ردش عليا، خدت بعضي وجريت على هناك وشفت اللي حصل. الغلطة دي أنت نفسك هتدفع ثمنها غالي أوي يا سيد. أنا قلت سعادتك من أول ما الولد هرب إن أنا قلقان إنه يعمل حاجة كده ولا كده. أنا قلت لك عينك ما تغيبش عنه. حصل سعادتك. لا ده يكون عندي خلال 24 ساعة. ماشي سعادتك، أنا هنزل أدور عليه بنفسي. مش هينفع. اشتريه من زمايله. اي حدد له سعره واشتريه. العيال دي ما بتبيعش بعض سعادتك، والا كنا استفدنا من زمان. حدش ملوش سعر، المهم الطريقه، طريقه الدفع. ال 24 ساعه المهله اللي انا مديها لك دي هيدفعوا من عمرك يا سيدي. اما الولد ده ما جاش من هنا خالص مهما حصل. ديبو انا خايف عليك قوي. ما تخافيش، ربنا هو الحافظ. يلا خلي بالك على نفسك. يلا بس اقعدي.